بصي يا دكتوره، كنت عايزه اقول لحضرتك حاجه. هو ما بين اهل ماما واهل بابا في مشاكل بقالها 8 سنين، تمام، اللي هم اساسا مش هيعرفوا يقعدوا مع بعض عشان يبقى في ود وتصالح وكده. فمامتي عايزه تتطلق، وبابا ومامتي حاله العيشه ما بينهم خلاص. بس بابا دلوقتي مانعنا ان احنا نروح نشوف ماما، يقول لنا دي مامتكم ومش تروحوا زياره، هي مش خالتكم ولا قريبتكم، دي مامتكم. وانا بقيت مخنوقه جدا، واهلي ضاغطين عليا، اللي هو وانت نازله تعدي على ستي، وانت نازله ليلى ترني عليا، تقولي انت نازله، اول ما تيجي ترني عليا تقولي لي انت جيتي وكده، واكني بروح بعمل اي حاجه غلط ولا اي حاجه. بس انا مش عارفه هم بيعملوا معايا كده ليه. كمان يعني بابايا قال لي لو امك بقى عجباكي قوي كده وبتحبيها، روحي خدي حمامي شنطه هدومك وروحي لها. يعني انا اروح لها لوحدي يعني من غير اخواتي. طيب ماشي. بصراحه بفكر في الموضوع ده وخايف على اخواتي وكل حاجه. وعمي انا بيقول لي اول ما تصحي تطلع عند مكان عمك وتسيب اخواتك هنا. قلت له، رديت عليه قلت له لا، يعني يا انا يا اخواتي نطلع، يا انا يا اخواتي نقعد هنا، في اخواتي حصل لهم حاجه ولا في اي حاجه، هم صغيرين. يقول لي ما لكيش دعوه، اسمعي كلامك ساكته. كل واحد فيهم كان بيبين اللي هو بيحبني اول ما ماما مشيت. بعدين لا خلاص بقى امك مشي، تتعودي على الوضع دون، واطبخي مش اطبخي بقى مرات ابويا الصبح، امسحي بقى ومش عارفه، وطبقي الغسيل وشغلي غسيل وخلي المواعين وكده، اتحكم بقى. وانا لما باجي برد بتضرب. طب اسمعيني يا ليلى، اسمعيني يا حبيبتي. طبعا يعني انا مقدره الظرف اللي انتوا بتمروا بيه، ظرف صعب، وطلاق الاب والام او بعد الام عن البيت او موضوع الزواج الثاني بدون ترتيب والبيت الاولاني وتقييم امور وتنظيمه بيبقى صعب، مش على الزوجين اكتر ما على الاولاد زي ما احنا بنشوفه كده. فموضوع طلوعك ونزولك، رساله واتس ابعتي انا نزل كذا في الوقت الفلاني، رجعت الوقت الفلاني، ماشي، ما فيش مشاكل، بحيث ان الناس تبقى عارفه انت فين، يعني ده امان، ما فيش مشاكل منه. موضوع ان العيلتين مش عايزين يقعدوا مع بعض، تمام، لو حصل مشاكل والولادين طايقين دول ودول طايقين دول، خلاص يبقى احنا نعمل حاجه تانية خالص. ايه؟ احنا نجيب محامي مؤتمن من هنا ومن هنا، او الاثنين يتفقوا على شخصيه معينه خارجيه. بلاش محامي عشان الهسس، خلينا نروح لكبير المنطقه، كبير، حد حكيم يرتضي الطرفين، ونروح عنده، والله حصل كذا 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 والوضع بالشكل الفلاني، واحنا عايزين نشوف حل علشان خاطر الاولاد. اللي انت بتتعرضي له ده في دلوقتي ده تبعات ونتائج القرار اللي تم اتخاذه من الاب، تزوج بدون ما وجاب الزوجه الثانيه في مكان الزوجه الاولى، وفي نفس الوقت الزوجه الاولى رافضه ترجع وعايزه الطلاق بشكل معين. لازم يترتب ده، مواضيع الكبار لازم يرتبوها بشكل عشان انتوا ما تتاذوش اكتر من كده. اقعدي وعوالدك وفاهميه، قولي له يعني من فجع هذه في والدها، ما نحرمش حد ام من ابنائها ابدا، ولا نحرم ام من ابنائها، ومن فرق بين ام ولدها. مش عايزين نطلع بره طائله الحديث ده خالص، احنا عايزين نبقى احنا مع بناس راقيه وكبيره ونتصرف برقي وكذا، نبعد العند عشان خاطر البيت والاولاد. ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدر والدك للكلام ده يا بنت، اللهم امين.